اختلاق الأعذار وانعدام الثقة بالنفس ومصاحبة الفشل كلها وأكثر أسباب لبقائك مختبئا وراء جبال من الفشل خوفا من التقدم والنجاح. قصة اليوم ليست من نسج الخيال يا أعزائي، بل إنها حقيقية بالفعل، ولا يزال أبطالها على قيد الحياة ليبرهنوا ذلك. ففي سنة 2013 صادف مبرمج يدعى باتريك ذو 23 من عمره متشردا في الشارع الذي طلب منه بعضا من المال، ولكن ردة فعل باتريك كانت غريبة نوعا ما، إذ أنه خير المتشرد بين أمرين، أما أن أعطيك $100 أو أعطيك حاسوب مع 3 كتب عن البرمجة وأمنحك ساعة تعليمية كل يوم. وتوقف المتشرد متصلبا عند الخيار الثاني، فكأنه كان يدرك أن $100 ستزول بسرعة وسيكون بحاجة لأخرى قبل أن يلتقط الأولى، وأن العلم لن يزول أبدا، فكلما تعلم أكثر كلما تقدم أسرع. قبل المتشرد بالخيار الثاني واختار أن يتعلم البرمجة على يد باتريك. استمر باتريك بتعليمه البرمجة يوميا لمدة أشهر، ولما علم مدير شركة الهندسة البرمجية التي كان باتريك يعمل لصالحها منحه مكتبا خاصا كي يقوم فيه بممارسة الدروس التطبيقية لهذا المتشرد الذي كان يدعى ليو. بعد حوالي 10 أشهر استطاع ليو أن يتمم دروسه في بعض اللغات البرمجية، وقام بنشر أول تطبيق إنه على متجر تطبيقات الجوال، ليكون ليو في منتصف القمة عندها، حيث أنه كسب $10,000 في أول مشوار له بعد سنة من العمل. وما نتحدث عنه اليوم قد حدث في سنة 2014، فقد مرت 7 سنوات على انطلاق ليو إلى القمة. بطبيعة الحال سيتوقف تفكيرك عند منعطفات مألوفة، مثل أن ذلك في أمريكا وليس في المغرب أو مصر أو الجزائر، أو ربما قد ساعده باتريك، ولن تجد أبدا مثل أولئك الناس في مجتمعنا هذا. كل تلك العبارات مجرد تنويهات من أنظمة مزروعة بداخلك لتبقيك ساعيا نحو الفشل. وإن لم تكن بلادك مثل أمريكا فاصنع عالمك الخاص، وإن لم يكن هناك أمثال باتريك في مجتمعك اعمل بجد وحقق أهدافك نحو النجاح، بعدها كن أنت أول مثال لباتريك في مجتمعك. وإذا لم تجد من يعلمك من العتبة الأولى فكن عصاميا وخذ بيدك إلى الأمام، وتذكر دائما أن الخوف والمستحيل والفشل المتكرر وكل تلك المصطلحات مجرد أوهام تنبعث من جهة سلبية بدماغك لتسيطر على مخيلتك وترغمك على الركوع أمام الاستسلام للفشل. أتمنى أن تكون قد استوعبت شيئا كنت غافلا عنه لوهلة، ولتعلم عزيزي المشاهد أنك كنت تشاهد قناة الإبيقوري بالعربية.